الأساس هو أنتوما الأساس هو احنا في القيادة على مستوى الرباط والأساس بعد ذلك هم إخواننا الموجودون في مختلف المدن ومختلف القرى والمسؤولون هم الأوائل وهذا هو اللي كان الكلام ديالنا الموضوع ديال الكلام ديالنا البارحة يعني في الأمانة العامة بإعتبار أنه القيادة على المستوى المركزي تبذل مجهودا وتحاول وطبعا الحال حنايا راه ماشي زعما عباقرة ولا عارفين شنو واقع في الدنيا وكان كان في الترتيب ديال الاوضاع راه حنايا كما لا يخفى عليكم هذا الحزب هذا الاخوان كما قلت سابقا في مدينه فاس يعني ما هو لا لا حزب سياسي درتوا الدوله لا درتوا الداخليه لا درت الخارجيه لا دروا جلاله الملك لا دروا لا دروا حتى شي واحد هذا حزب نتيجه مبادره مبادره ديال مجموعه ديال الاخوان سمعوا الحسن الثاني الله يرحمه تيتكلم تي على المشاركه ديال الشباب في اطار حركه الاصلاح والتجديد ديك الساعات وقالوا تيخصنا النضون مدام جلاله الملك تكلم على المشاركه ديال دي الشباب ديال الشباب نستجبوا وانا ديك الساعات كنت رئيس ديال الحركه قلت لهم انا تيبان لي طبعا انا الفكره مقتنع بها قلت لهم هذا الشيء اللي كتقولوا لي باقي ما جاش الوقت ديالو آه الإخوان أصروا اللي كانوا ضد هذه الأفكار في النهار الأول أصروا السي يتيم والسي سعد وهذا قال لك أستاذ إذا هذا هو الوقت خصك تنوض تاخذوا القرار مشاو حالهم خلوني أنا والسي باه حاصلين مشينا كانت تجارة وصوبنا الورق ديال الحزب ديالنا درنا قلنا غنديروا حزب بحال الناس حزب الجديد الوطني كنا غنديروا حزب لا درنا اللقاء الأول الثاني يعني تحاورنا حول الوثائق جمعنا مجلس الشورى ديك الساعات ذكرنا دوزنا داك الشيء اختارينا القياده ودينا الوراق ديالنا المقاطعه باش نديروا لا ليغاليزاسيون تقلبات المقاطعه تقلبات المقاطعه فهمتيني ولا لا وقالوا لي يا سي عبد الاله ارجع في العشيه عافاك نعطيك هاد الوراق ديالك ما كانش ممكن ليغاليزيو داك الساعات مشكل سياسي هذا صفتوا لي واحد السيد من العمالة في العشية يحاورني وإذا به صديق ديالي كان معايا في المدرسة المحمدية المهندسين وكان يساري متشدد ومتطرف ودوزت سنين في الحبس وخرج بطلب عفو فهمتين ولا لا وجابوه خدموه في العمالة هو اللي جا كيحاورني كي هو اللي كان يعني في, 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 في التطرف الشامل ديال ديال الثورة وديال داك الشيء ولا كيحاور عبد الإله بن كيران من جهة السلطه حتى تعرفوا كيف تتقلب الامور سياسيا. فهذه هذه هي هذه القصه. جاوبنا السي عمر بن شمسي لا قبلوا مني لا ليغاليزاسيون مشى الشيء جاوبنا السي عمر بن شمسي الله يرحمه برحمته الواسعه قال لك هذا الحزب لا يمكن تاسيسه لانه كيتعارض مع الدستور خلاصة هي هذه. قال جالسين ما كاين لا حزب لا والو. جاب الله الدكتور الخطيب مشينا عنده انا والسي بهاء والسي عبد وتنحاول نتكلموا معاه انت ولا لا باش يفسح لنا المجال اللي حاولنا مع حزب الاستقلال مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه ديال السي عبد الله يرحمه رحمه الله مع الاتحاد الشراكي ما مشيناش عندهم ديك الساعات مع مع ناس اخرين ما ما مك... وقعش تيسير مشينا لعند السي عبد الكريم الخطيب ب... ب... بمناسبه فهمتي ولا مشينا لعنده السي عبد الكريم الخطيب ديك الساعات ما عمرني انا مشيت لعنده من روح ذا في مناسبة عائلية والإخوان التوانسة اللي كانوا هنا يا زاروه وعرفوه وتعاملوا معاه وتعاونوا معاه باش تعرف احنا كنا بحل بحل شي وحدين كيعيشوا يعيشوا شي قوقعة إلى آخره دخلنا مشينا عند الدكتور الخطيب كان معاه السي عبد الخطيب رحنا بغينا يعني نعملوا معاك في السياسة وذلك شي هو ما كيديها كاع فينا شكا نقوله وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي